لو أتيحت الفرصة لإلك تشوفه وتقله وتكلم وتقوله إيه؟ أقول له أنا قلتها له بعد فيلم قشر البندق، لأني كنت نازل في مديني كده نص صفحة في أخبار اليوم ومتصور بشكل كده مكتوب أنا تلميذ في مدرسة عادل أدهم. فلما قابلته في مهرجان، كان مهرجان بتاع الدكتور عبد المنعم سعد رحمة الله عليه، فسلمت عليه. قال لي شفت يا ماجد؟ قلت له يا أستاذ. قال لي الصحافة بيقولوا إن أنا عندي مدرسة وأنت بتقول إن أنت تلميذ عندي. قلت له طبعا يا ريس احنا كلنا تلاميذ عندك. قال لي بيهاجموني. قلت له يا ريس ما حدش يقدر يهاجمك، انت البرنس، انت بتتكلم في ايه؟ يعني ده اللقاء الوحيد اللي انا شفته في حياتي، بس هو انا بحبه قوي.